من الحاجات اللي واضحه عند الناس انه الحكم احنا بنحسها واحنا بنتفرج على المباراه حكم متوتر وحكام كبار. يعني بصراحه احنا عندنا عدد كبير من الحكام المصريين اللي ينفع نقول عليهم حكام كبار، بس بنحسه في المباراه انه متوتر مع اللاعبين، مع الاجواء بتاعه المباراه، مش هو منفصل عن المباراه. حضرتك بتحس بده؟ بتشوفه؟ بشوف. اه طبعا. ليه حكم يبقى متوتر؟ بس مش كل الحكام برضو طبعا. مش كل الحكام طبعا. بص يا كابتن، الثقه مفقوده عند بعض الحكام، بكلمك بمنتهى الامانه. والجو المشحون الموجود ده مأثر على بعض الحكام، اللي انت برضو زي ما بقول لك عندنا حكام لسه طالعه صغيره ما عندهاش خبرات. لما تطلع في الجو ده اكيد هيحصل اخطاء. فاحنا عشان كده بالنادي يا جماعه زي ما بتطلع لعيب كوره وبنصبر عليه، اصبرهم علينا شويه، هتلاقوا المنظومه بعد كده هيكون عندك 20 حكم يقودوا سنين في التحكيم المصري. لكن كميه المشاحنات الموجوده لا بتاثر على الحكام. ما هو الحكم لو اصل الحكم مين اللي بيحميه؟ مثلا نادي جمهوره بيحميه، منتخب جمهور مصر كلها بيحميه، لكن الحكم اللي بيحميه لجنه واتحاد. هو المفروض هو الابن الشرعي لاتحاد الكوره. لاتحاد الكوره طبعا. هل اتحاد الكوره بشكل واضح يحمي الحكم المصري بشكل قوي؟ اتمنى ان هو يعني يحميه بشكل قوي، انا اتمنى. يعني هما طبعا بيحاولوا، يعني بيحاولوا وشفت بعض القرارات القويه اللي كانت موجوده برضو على مستوى، بس انا اتمنى تكون كانت القوه مثلا 7 من 10 ولا 8 من 10، انا اتمنى تكون 10 من 10. ممكن يتطلب منك كلجنه حكام، انا مش عايز الحكم الفلاني، هات الحكم الفلاني، متضايق من الحكم ده، الحكم ده مضايقني، بيحصل ده؟ انا لو بيحصل انا 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 الحاجات دي كلها ما تمشيش معايا. تمشيش معاك انت؟ لا 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 انا بص يا كابتن، انا هعمل الصح. سواء انا موجود في القسم الاول او القسم الثاني او القسم الثالث على حسب مهادير. انا هعمل اللي يرضى ربنا. غير كده انا ما عنديش مشكله اسيبها وامشي. يعني انا القصه بالنسبه لي سهله جدا، انا ما عنديش مصلحه ولا عمري حد علم عليا في حاجه. هو بيتقال لك في الاعلام، مش بيتقال في رؤساء الانديه او مجالس الادارات، يقول لك ايه؟ احنا بنقول لجنه الحكام مش عايزين الحكم الفلاني ده تاني. بصراحه شديده، مش هبقى امين معاك. المباراه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها ما بتشوفش الحكم ده. انا قلت لك انا بحافظ على الحكم بتاعي. انا ممكن اصلا اوديه تاني ماتش. بس احنا مش عايزين نعنف في بعض. احنا مش عايزين نعنف في بعض. طب هل ده اصلا تصرف سليم؟ ايه؟ هل تصرف سليم من النادي؟ يعني النادي اللي بيرفض حكم وانت مضطر عشان ما تخشش في عند ما تخلوش يحكم، هل الجو ده طبيعي ومنطقي؟ هل من حق النادي اصلا انه يرفض حكم؟ لا مش من حقه، بس انا برضو خليني، انا كنت لاعب كوره، خليني برضو اقول النادي ساعات بتبقى جماهير وفلوس وكل ده، فهو عاوز برضو يبعد عن المشكله. مش عايز الحكم ده. وده مش حقه برضو، خلي بالك. فانا طبيعي ان انا برضو هحمي الحكم بتاعي. ببعده وبعد كده بيرجع يحكم تاني. صحيح. يعني هي القصه مش عند مع بعض. لان انا زي ما انا عايز حكام تنجح، انا عايز الانديه تنجح برضو، تنجح برضو، لان هي كلها منظومه واحده. فانا بخاف على الحكم بتاعي، وفي نفس الوقت ما بضغطش على النادي. لكن ما تجيش تفرض عليا، هتيجي تفرض عليا لا طبعا. مرفوضة.